أسرع الملك شهريار فاتخذ مجلسه كالليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد تسبقها رائحة عطورها ووسوسة حليها، فحياه جمالها قبل دخولها واستقبلها هو قبل وصولها، حتى إذا جلست إليه وأخذت تقص عليه أغمض عينيه وراح في خيالات تسبح في أحلام، بينما صوت شهرزاد يصل إلى سمعه كأنغام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الجني لما سمع من سلامة هذه الحكاية بلغ منه الدهش إلى أبعد غاية، وسأل سلامة عن علاقته بصاحب الخان بعد أن خرج من قصر الملك كنعان، فبلغ من الجني العجب وسكت منه الغضب وأطرق قليلا، ثم رفع رأسه وقال: يا سلامة، أنت قتلت ولدي من غير قصد منك وقد عفى الله عنك، وإن أردت فإني لك خادم وسأرد لك السيف والخاتم. فبكى سلامة وقال له: أنا لا أريد إلا أن أفك الرصد عن أخي وأعيده إنسانا كما كان. فقال له: اعلم يا سلامة أن أخاك لا يعود إلى طبيعة الأوادم إلا إذا ملكت الخاتم وطلبت هذا الأمر من الخادم. اسمع يا سلامة، الراجل بيموت، كلنا ولاد موت. خلاص يا سلامة، ملكت السيف والخاتم، حيفك السحر عن أخوك سالم وترجعه تاني آدمي زي الأوادم. مانيش فاهم. الراجل العيان ده الملك كنعان، أنا حوصلك إليه وأدخلك عليه. إزاي؟ ده في حارس بسيوف واقفين صفوف هم دول اللي حيوصلوك إليه وهم اللي حيدخلوك عليه. يمكن يكون حد فيهم لسه فاكرني، ياخدوني ويروحوا قتلني، ويفضل أخويا الغلبان كلب ما يرجعش إنسان. إن كان على شكلك يتغير دي حاجة تحير. إنت دلوقتي واحد غريب رايح هناك بصورة طبيب. لوحدي؟ أنا وياك حنروح هناك وتقف تنادي تحت الشباك: حكيم نداوي، طبيب نداوي، حكيم نداوي، طبيب نداوي. الراجل انت اللي بتنادي. حادي بادي سيد القاضي، واقف غادي. انت مغربي، صلي على النبي. مين ده اللي بيسيء الادب والسلوك تحت شبابيك الملوك؟ حكيم نداوي يا ست ستات، ونقرا الأثر ونحضر الوحفان. حكيم؟ طب استنى هنا، زل عنك السوق والعنا. في واحد عيان عندنا، لو دويته هتشوف السعد والغنى. العيني بيته، وريني يا ولد القاووق. القاووق؟ اديله الأوق. اتفضل الأوق، ارفع يمينك فوق وقل له: روح يا قاووق. طب روح يا أوق. الله الله، الأوق راح، اختفى اختفى. ازاي ده؟ عجيبة، حاجة غريبة. هاتوه، اوعوا تسيبوه، ده باين عليه راجل مبروك. تعال تعال تعال، طولوا بالكم طولوا بالكم. اتفضل ويانا. والكلب بتاعي؟ هاتوله الكلب. والخدام؟ والخدام. يلا على القصر اوان. ادخل. تعال يا شيخ يا مغربي. صلي على النبي، صلي. هو ده العيان، ده الملك كنعان عليل، والعلة زادت عليه واحتار الأطباء فيه ومش عارفين نعمل ايه. شوف يا شيخ المغربة، ايه اللي بيه؟ والله يا مصبحة فيك الخير والمروة فيك، يمكن ربنا يجعل الشفاء على ايديك. والله يا بنتي ما يندرب رمله،
ولا ينطق نجمه إلا إذا جبت النار وخليت المكان بنبخر السكان ونحضر ملوك الجان. يا رحيم يا رحمن أخلوا لهم المكان، يرخوا الستاير واقفلوا الأبواب. يا وهاب يا وهاب ابن هاب يا وهاب. يلا يا سلامة، مفيش حد معانا، الملك سطيحة قدامك والحظ خدامك. السيف والخاتم، يا الله الملك نايم، ده باين عليه، شوف شوف بيفتح عينيه. اتقدم إليه سلم عليه. ازيك دلوقتي يا مولانا؟ مفيش فايدة. الله، مين؟ سلامة؟ أيوة سلامة. أنت يا سلامة جيت في وقتك، أنا يا ابني ظلمتك. وإيه اللي فادك؟ ما فادنيش، وربنا ما باركليش، وادي النهاية. ما كنتش تعرفها من البداية؟ يا ريتني ما كنت خدتهم، يا ريت خلوني طغيت وبغيت. سلامة مد ايدك يا ابني، خد السيف والخاتم وسامحني. لا السيف ولا الخاتم يا كنعان، دي قوة ما يصحش يملكها انسان. نطقت بالحكمة. وسيف النقمة. سامحني ارحمني، انا ظلمتك يا ابني. في رقبتك ذنب اخويا وذنب. انت لسه بتآمن لاخوك الخاين؟ مهما كان اسم اخويا، ده ابن امي وابن ابويا، ولولا اني عاوز ارجعه انسان ما كنتش جيت لك الان. خد الخاتم وامر الخادم يفك سحره ويحل أسره، بس يا ابني أرجوك خدها وصية من واحد بيموت. السيف والخاتم دول قوة ما يصحش يملكها إلا هو. مش كل واحد شرير، ولا كل واحد في طبعه الخير. انت اوفى. ويد النهاية، النهاية بالسيف، النهاية بالسيف والخاتم. السيف فين السيف؟ دي هو ما يصحش يملكها الا هو. سلامة سلامة، من هنا من هنا اليوم القيامة. انت بتعمل ايه؟ بتكسر السيف ليه؟ انا بخلص العالم من ظلم بني ادم. والخادم سلامة الخادم. سلامة انت اتجننت؟ انا كنت مجنون وعقلت. انت ناسي يا سلامة. انا مش ناسي. الله اخويا، انا نسيت ابعك الخاتم. فين الخاتم؟ فين الخاتم؟ الخاتم ما انت كسرته، والرصد بتاعه ابطلته. الله، واخويا يفضل كلب بالشكل ده؟ دي إرادة ربنا. يا لها من قصة، ويا لك أنت يا شهرزاد، إنها عجب العجاب، وحقها أن تكتب بماء الذهب. إن رضاك عنها خير منها. إنني أريد أن أكافئك قبل أن أقتلك يا شهرزاد، فتمني تعطي واسألي تجابي. شهرزاد، أتضحكين ليلة موتك يا شهرزاد؟ مولاي، لقد ذكرتني بقصة حلاق بغداد. حلاق بغداد؟ كان ذلك في بلاد الصين، وكان عليها سلطان من السلاطين،
وكان للسلطان مضحك أحدب ولكنه قريب مؤدب. حياته أيامه ليالي كلها طرب وأنس وأفاكيه. وفي ذات يوم من الأيام خرج يعربد في شوارع شن شن آم. مولاي، ماذا بك يا شهرزاد؟ أحس بدبيب التعب وقد أدركنا الصباح، فلو أن مولاي تفضل وتكرم واستحياني وإلى الغد أبقاني، فإني أقص عليك قصة حلاق بغداد. والله لا أقتلها حتى أعرف ما جرى لحلاق بغداد. لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر يا شهرزاد. طال بقاؤك وعز لواؤك. إلى الليلة التالية يا شهرزاد. إلى الليلة التالية يا مولاي، ولكني